أجزائي كل بطانية من هذه البطاريات ملحومة على التوالي، ثم قمت بتغليفها بعادل. أعزائي تشاهدون هذه الأرقام، سجلت معلومات البطارية بمذكرة ورقمتها لكي أعود للمذكرة بعد أشهر لأكتسب خبرة. عزيزي انظر هنا، 6 بطاريات 12 فولت سوف تربط على التوازي لأحصل على 12 فولت 12 أمبير ساعة، وعندما تربط 3 مجاميع توازي أحصل على 12 فولت 36 أمبير ساعة، وتكون لدي 4 بطاريات 36 أمبير ساعة، وبطارية واحدة 24 أمبير ساعة. وسوف نذهب إلى السبورة لأبين لكم ماذا أفعل بالتفصيل الموجز. أعزائي هذا الدرس، درس اليوم بطارية شحن بدون هذا الكرت، بدون كرت البي ام اس. هذا البي ام اس لبطاريات دراجة شحن، تأتي أصلا تعمل على بطارية الليثيوم، وهذا أيضا هي مختلفة الأحجام والأنواع حسب الشركات إلى آخره. أعزائي سوف أحدثكم عن هذا الكرت في دريلات الشحن، سوف يكون الشرح أسهل بكثير، فانتظروني في تحوير بطارية الدريل شحن بدون كرت البي ام اس، وسوف أحدثكم عن المضار وكيف نتلافى هذه المضار. أعزائي عزيزي، هب أن لديك 5 بطاريات 12 فولت 36 أمبير ساعة، جميعها 36 أمبير ساعة، وقمت بربطها على التوالي. على ماذا سوف تحصل؟ التوالي كما تعلمون، السالب بالموجب، السالب بالموجب، السالب بالموجب، السالب بالموجب، ويخرج سالب وموجب. أعزائي سوف أحصل على 60 فولت 36 أمبير ساعة في دراجة الشحن. عندما تأتي من الشركة بطارياتها عادة 22 أمبير ساعة، وقد وضعت ما يقارب 14 أمبير ساعة زيادة أعزائي، والسبب في ذلك أعزائي سوف تعرفونه الآن. أعزائي عادة صاحب الدراجة مهمل يقوم باستخدام الدراجة الكهربائية طوال اليوم إلى أن يتم تفريغ شحن البطاريات تفريغ كامل، وهذا ما يسمى بالتفريغ الجائر أعزائي. والتفريغ الجائر لأي بطارية يقلل من عمرها الافتراضي إلى الربع، بل إلى أكثر من الربع أعزائي. لذلك إذا أردت أن تحافظ على البطارية، بطارية الدراجة الكهربائية أو دراجة الشحن، عليك أن لا تفرغ شحن البطاريات تفريغ كامل، يجب أن يبقى الربع تقريبا، ومن الأفضل أكثر من الربع أعزائي. لذلك أعزائي ما قمت بعمله إني جعلت أحد هذه البطاريات 24 أمبير ساعة، فأصبحت كل المنظومة الآن 24 أمبير ساعة، لأن الربط توالي أعزائي. والآن لنفرض أن صاحب الدراجة، دراجة الشحن، مهمل أعزائي، ماذا سوف يحدث؟ إنه سوف يستخدم 24 جميعها، ثم تتوقف الدراجة عن الحركة عن العمل ليعيد شحنها. أعزائي سوف يبقى ما يقارب 2 أمبير ساعة في هذه البطارية، أما بقية البطاريات أعزائي سوف تكون محافظة على 14 أمبير ساعة بها أعزائي، أين كمية الشحن التي سوف تكون دائما بها أكثر من الثلث أعزائي. فلهذا إذا كان صاحب البطارية مهمل فسوف أحافظ على هذه البطاريات 4، وهذه البطارية سوف تتلف سبب إهمال صاحب الدراجة، صاحب دراجة الشحن أعزائي. أما إذا كان صاحب دراجة الشحن أعزائي حريص وغير مهمل، ودائما يقوم بشحن دراجته الكهربائية قبل الاستعمال، فإنه سوف يقوم بالمحافظة على جميع هذه البطاريات أعزائي. أعزائي هناك نقطة مهمة، إن 60 فولت أصحاب الدراجات الكهربائية أن يطلبوا منظومة من 60 فولت، ولهذا أنا بدأت بـ60 فولت أعزائي. 60 فولت سوف لن تجعل قراءة شاشة البطارية أعزائي قراءة صحيحة، ودائما سوف يكون صاحب البطارية في شك من أمر هذه البطاريات، إنها مشحونة
أو غير مشحونة، وقد جربتها بنفسي أعزائي. قراءة شاشة الدراجة تقرأ 25 فولت إلى آخره، بينما البطارية مكتملة الشحن. لذلك أعزائي في نهاية الفيديو كنت بربط بطارية 4 فولت 36 أمبير ساعة. أعزائي لم يكن لدي بطاريات كافية، فلهذا لم تكن 36 أمبير ساعة، ولكن الآن أمام درس أعزائي، ولذلك يجب أن أضعها 36 أمبير ساعة. فأصبحت الفولتية أعزائي 64 فولت، وأصبحت شاشة البطارية الأصلية تعمل بصورة صحيحة ومنتظمة. أعزائي سوف نقوم بربط التوازي، وسوف أوصل كل ستة على إنها بطارية واحدة، ومن ثم أوصل هذه الثلاثة توازي لكي تكون لدي بطارية واحدة 36 أمبير ساعة، وهذه كل 4 أعزائي لكي تكون لدي 24 أمبير ساعة، ثم أصل الجميع على التوالي. أعزائي سوف أحصل على بطاريات بهذا الحجم من هذا العدد، وهذه البطاريات سوف تكون سهلة جدا في عملية الصيانة، أي أني أستطيع أن أقيم على كل واحدة على حدة صيانة دورية كل 6 أشهر مثلا. وإذا كان هناك خلل في أحد هذه، نعتبرها بطارية واحدة في أحد هذه البطاريات، فمن السهولة تفكيكها ومعرفة أين الخلل في أي بطارية من هذه الست بطاريات أيضا. ومن السهولة عندما يكون الخلل في هذه مثلا أفككها لأعرف الخلل أين من هذه الثلاثة. وهذه هي الفائدة أعزائي من أني أجعل كل 12 أمبير على حدة. من هنا أعزائي أقوم بتوصيل الموجب وأستخرج سلك، ومن هنا أقوم بتوصيل السالب وأستخرج سلك، وتكون لدي بطارية 12 فولت 12 أمبير ساعة. أعزائي الآن هذه 3 بطاريات مربوطة على التوازي، انظر الموجب والسالب، وهذه 3 بطاريات أخرى. الآن سوف أربطها جميعا على التوازي ثم نربطها على التوالي. أعزائي الآن نربط على التوالي هذا الموجب، هذا السالب، هذا السالب مع الموجب لهذه البطاريات. أصبح الآن لدينا 24 فولت، هذا السالب مع هذا الموجب. أصبح الآن لدينا هذا الموجب وهذا السالب لثلاث بطاريات 36 فولت. الآن هذا السالب مع هذا الموجب. أصبح الآن لدينا هذا الموجب وهذا السالب 48 فولت. والآن هذا السالب مع هذا الموجب. الآن أعزائي هذا السالب وهذا الموجب لـ60 فولت. انظر عزيزي 61.2 فولت. عزيزي وكما ذكرت لكم هذه البطارية سوف تكون أمان لجميع هذه البطاريات. أعزائي في الدرس القادم سوف نقوم بفهم آلية الشحن واختيار مواصفات الشاحن الملائم، وكيف نضع كارت اكتفاء الشحن ليفصل ذاتياً، وكذلك سوف نضيف بطارية 4 فولت ليكون الفولت 64 فولت لتعديل قراءة الشاشة التي أمامكم.